بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرحي رواية واش من طريق الشاطبي. وقفنا عند قول عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. بسيماهم إذا وتلا في فتح وتقليل، فيؤخذ إبدال همزة واو خالصة، والأقدام نقل حركة زائد الساكن قبلها. فعلى الفتح في بسيماهم لنا في والأقدام ثلاثة الإسكان، وعلى التقليل بين بين لنا في العارض التوسط الإشباع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميمينان. حميمينان نقل حركة مزيد السكن قبلها، وهو بدل مغير بالنقل. فلنا القصر والتوسط الإشباع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، مد منفصل في الإشباع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. بطائنها مد متصل في الإشباع من استبرق، نقل حركة همز إلى السكن قبلها. فعلى قصر بدل في متكئين لنا في دان ثلاثة الإسكان، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ننتبه إلى وجناء وقفنا عليها، لنا فيها الفتح والتقدير وجهان، وفي الوصل لنا الفتح التقاء الساكنين. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات راء مفتوحة قبلها كسر ترقق الراء، ولا جان متكلم لازم متقل في الإشباع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء مد متصل في الإشباع، الإحسان في الموضعين، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، مد كلمة لازم متقل فيه الإشباع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا ما فتح الله لنا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.